اما المرحله الثالثه ان شاء الله هتبدا يوم السبت الموافق 12 اغسطس وتنتهي يوم الاثنين 14 اغسطس الساعه 7 مساء، وذلك يتم فتح الباب للقبول امام بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، وذلك كذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية التي لم يتم تقديم رغباتهم، سوف يتم تسجيل رغباتهم في خلال فتح الباب أثناء المرحلة الثالثة، وذلك عقب إعلان نتائج التحويلات، وذلك وفقا لما يلي. طبعا الشعبة العلمية والشعبة الأدمية الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50%. عدد الطلاب المتوقعين في خلال هذه المرحلة من الشعبة العلمية 58,000 طالب و745 طالب وطالبة، 58,745. في الشعبة الأدبية 28,000 طالب و899. إجمالي عدد الطلاب المرحلة الثالثة إن شاء الله 87,000 طالب و644 طالب وطالبة، 87,644. طبعا هذا بالإضافة إلى الطلاب الذين سوف يؤدون امتحان الدور الثاني للثانوية العامة لهذا العام. ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم، مع العلم بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة سوف يتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لهذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة بالكامل بعد هذا الإعلان. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان التعليم الفني سوف يبدأ في منتصف اغسطس اي يوم 15/8 ان شاء الله ولمدة اسبوع. دلالات هذه المرحلة بالنسبة للشعب العلمية، انخفاض الحد الادنى لكليات الشعب العلمية على النحو التالي: قطاع الطب البيطري في خلال هذا العام كانت الحد الأدنى لهذه الكليات 94.8% مقارنة ب 96.4% من العام السابق 2016، بمعدل انخفاض 6.5 درجات بنسبة 1.5%. أما في قطاع الهندسة أيضا تم انخفاض الحد الأدنى لهذه الكليات بنسبة 90.4% مقارنة في 2016 ب 92.9، أي بمعدل انخفاض درجات 10 درجات ونسبة مئوية 2.4%. فنون جميلة عمارة 89.1% مقارنة ب 92.7% في العام السابق، معدل انخفاض الدرجات 11 درجة، النسبة المئوية 2.6%. قطاع الحاسبات والمعلومات هذا العام تم انخفاض الحد الأدنى لهذا القطاع إلى 87.4% مقارنة ب 90.2% العام الماضي، معدل انخفاض الدرجات 11.5 درجة ومعدل النسبة المئوية 2.8%. أما قطاع الفنون التطبيقية لهذا العام الحد الأدنى 90% مقارنة ب 91.9%، معدل انخفاض 7.5 درجات والنسبة 1.8. أما ما يخص الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من الشعبة العلمية بالكليات وهي كالآتي: هناك أماكن شاغرة في التعليم الصناعي، كليات التعليم الصناعي، التربية طفولة، التربية ابتدائي، التجارة انتظام وانتساب موجه، الزراعة، السياحة والفنادق، الآداب انتظام وانتساب، الحقوق انتظام وانتساب، الخدمة الاجتماعية انتظام وانتساب، دار العلوم انتظام وانتساب، رياض الأطفال طالبات، الاقتصاد المنزلي، التربية النوعية، وبعض المعاهد العليا الهندسية، وبعض المعاهد الفنية للتمريض، وبعض معاهد الفنية الصحية، والمعاهد الفنية الحكومية التابعة للكليات التكنولوجية، والمعاهد العليا الخاصة النظرية، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية بنين وبنات، التربية النوعية،
شعبتي التربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية، وذلك للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات التي عقدت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة. أما في الأماكن الشاغرة الخاصة بطلاب الشعبة الأدبية فهي كالآتي: هناك أماكن شاغرة للفرقة أو للشعبة الأدبية في كليات التجارة انتظام وانتساب موجه، الأداب انتساب موجه، الحقوق انتظام وانتساب، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، اقتصاد منزلي، المعاهد الفنية الحكومية التابعة للكليات التكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة النظرية. وذلك بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية بنين وبنات، التربية النوعية، شعبتي التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، وذلك أيضا للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات التي عقدت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.